مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. نعطيو الكلمة الختام للي شاف. مرحبا فاطمة، احنا ديجا كملنا ونستناو فيكم مشاهدينا مع بعضنا باش نعاودو نذكروكم بالمقادير متاع وصفتنا الحلو عند شيف فتحية. الوغ انا اليوم حبيت نعمل لكم شبابك الجنه، هما معروفين في تونس من معناها من الحاجات القدم اللي كنا ديما نعملوهم في رمضان وفي خارج رمضان. المقادير نتاعهم ديما كعبه عظم عليها مغرفه فارينه ورده فارينه العاديه، وعليها مغرفه انشاء سماخ شيف. كل كعبه عظم عليها مغرفه وريتكم طريقه الخلطه نتاعها. نحطوا عليها كل عظمه باكو سكر فاني سماخ شيف، هذوما خلطوهم مع بعضهم، نسخنوا الزيت نتاعنا، الزيت الاحسن ويكون تشوفوا لونهم كيفاش خرج، هذايا زيت ديو بلس نجمه، ما يخليش مطعم زيت وزيته نوتر وفريمون يعطي لون خارق للعاده في الشبابك الجنه، سورتو اللي هما خلطتهم رقيقه برشا وما يتحملوش ياسر التطيب. معاهم هما حطيت الشحوريتي باش وريتكم الكيفيه كيفاش نشحروهم. كيلا ماء كيلا سكر، بعد لا يغلي تحسبوا له 3 دقائق، تحطوا له سكر فاني وتحطوا له القارص، تحسبوا له 3 دقائق اخرين، تخليوا شبابك الجنه يبردوا، تخرجوهم معناها تحطوا طفيوا الغاز وتشحروهم والغاز طافي، الشحور سخون مش يغلي. هذاك علاش انا حبيت نوريكم الطريقه نتاع قدينهم اليوم. ترشوهم اما بالفزق ولا بالجلجلان ولا باللوز والفاكهه اللي كل واحد وعشنو اللي عنده في الدار. هذه كان تحضير شبابك الجنه، ان شاء الله تكون عجبتكم، شاي طيبه. يعطيك الصحه شيف فتحيه. مع شبابك الجنه نجيو للاطباق المالحه نتاعنا. اول طبق اليوم حبيته يكون دافي، الشوربه هذه اللي هي بصاره بالفول المصري. شفنا كيفاش حطيناها طيب في الماء نتاعها، الماء يكون بارد، نحطه في وسط الفول ونعملوا لهم نشعلوا عليهم النار وخليهم يطيبوا سله سله. دونك بعدها في الاخر ما يطيبوا نحسيوه دونك ونخدموه بالمدلك ولا نخدموه بالمغرفه اللوح، يلزم تكون الشوربه رطبه كيف ما تشوفوها. نزيد معاهم في الاخر شويه ثوم شويه كمون شويه زيت، وهكا نعمل لهم عصيره قارص ونقدمهم هما سخونين. معاهم عندي سليطه حبيت نعملها اليوم باللوبيا الحمراء مع القطانيه، زدت معاهم شويه بصل شويه توماس سيريز وحطيت معاهم شويه معدنوس. ما تنسوش تحطوا الفخوماج البنين من عند مرياح اللي هو سيسيليا، عملته قصيته مكعبات وزدت معاهم شويه فجل، فوحتهم هذوما الكل شويه ملح فلفل اكحل، وزادهم بنا زيت الزيتونه اللي موجود في تن البدر اللي بزيت الزيتونه، ونشوفوا الفصوص كيفاش زينا بهم مع شويه عظم. صحه وفرحه اللي يحب يزيدها شويه زيتون والا شويه كبار ولا ليمون، تجيب بنينه برشا. بالنسبه للطاجين كيف كيف اليوم اخترنا يكون فيه جبونات مرياح، حطيت معاهم الجوته وحطيت فخوماج رابي تريو هذاك، وزدت معاه دي كوب نتاع غرييغ من عند مرياح. هذوما الكل طيبت لهم صوص نتاع دجاج ازعر بالتابل، شويه كركم شويه ملح فلفل اكحل، وحطيت معاهم بصله فرمتها والا قصيتها جيده بالكدا، طابت الصوص. بعد ما طابت زدتها في الاخر السبناخ اللي قصيته متوسط، من بعد خلطتهم الكل مش برشا باش يبقى الطاجين نتاعي ماربري بعظيمات، وهكا كان حاضر في وقت قياسي بعد ما دخل الكوشة طاب في مدة 20 دقيقة ماكسيموم على درجة حرارة 180. إن شاء الله وصفاتنا اليوم تكون عجبتكم، أكثر تفاصيل عليها تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك الماتينال. من عندي يقول لكم إلى اللقاء. يعطيكم الصحة للشيف. احنا تويكا وقايد باش نحكيو على ابليكاسيون ياسير اكسبريس اللي تحط على ذمتكم احسن لي ريستورون، واليوم اخترنا باش نحكيو لكم على ريستورون هارليز فود اللي تلقاوها على ياسير اكسبريس، ويودكم دي بيتزا دي ساندويتش فيهم في دي بات معناتها سبيسيال كلها جبن، اي سورتو لي برجر ومشكلين ويعملوا 66,000 كيف. دونك ما كان انت في زون المنزه النصر ولا اريانا وتحب تكمندي حويجه بنينه تدلل بها روحك وتجيك لوين انت، تدخل على الابليكاسيون ياسير اكسبريس، تلوج على هارليز فود وتعدي الكوموند نتاعك توصلك حتىك شوين انت تحب. صفصوف فاطمة، انا بيجي نحب نشكر لارتيست كوافور بور لا ميزون بوتي، واللي نلقاوه في العوينه حي الواحات باج فيسبوك وانستغرام لارتيست كوافور يمن. نشكر ايغالمون روسي اتيلي على الجبيب المزيانين الغوفيزيتي اللي هي قاعده تعمل فيهم كوليكسيون ياسر حلوه ومزيانه، باج فيسبوك نتاعها روسي روسي اتيلي فيسبوك وانستغرام، وموجوده في حي النصر وين تلقاو زاد كيف كيف على الباج النمر التليفونات نتاعها الكل. كيف كيف نشكر مولاتي بور لي اكسسوار هذوما اللي انا نلبس فيهم المده الاخرانيه.
ايام وليتي موجوده في سنتر كوميرسيال شامبيون لافايت، حاجات مزيانه على الاخر تخدم فيهم هاند ميد، حاجات كيما نقولوا احنا تونسي وكرزين وكشيشخان والحاجات ياسر الحلوه. باج فيسبوك مولاتي اي باج انستغرام مولاتي اوفيس مولاتي اكسسوار. كما نشكر زاده كيف كيف جويس اللي قاعد يلبس فيه، نلقاو في 3 بوان فونت سكراني بالياسمي الحمامات، تلقاو عنده حوايج نساء والرجال والصغيرات وحوايج العيد بالنسبه للنساء والصغيرات والرجال. كيف كيف باج فيسبوك نذكركم بها اللي هي جويس، انستغرام جويس اوفيسيال، اي لوغ سيت ويب www.joyce.tn. انا نقول لكم ان شاء الله شهيه طيبه وشهيه بنينه لكم الناس الكل، وان شاء الله نتقابلوا غدوه باذن الله. ميرسي يا صفينا، بدي نشكر سونتر دي ستيك باك ستيج اللي تلقاوه في العوينه، باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج. نعاود نذكركم تليفوناتهم تلقاهم على الباج نتاعهم، تنجموا تدخلوا تريزيرفي وتعملوا دي رونديفو نتاعكم كيف كيف تشوفوا شنو لي فورفي الموجودين. نشكر زاده انزو شوز اللي نلقاوه في المنزه 7 بحدا سونتر كرام، كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده. المهم زاده انتم كي تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم اللي انزو شوز ولا الانستغرام انزو شوز اوفيسيال، راهو تنجموا تعملوا الكوموند نتاعكم ويوصلكم صبابه الحاجتكم بهم حتى قدام باب داركم. نشكر زاده ندخل مدام مصممه الازياء مدام احلام مقولق امراض اللي تلقاها في الحمامات شارع الهادي والي، تليفونها 96 939 095، باج فيسبوك نتاعها كيما تشوفوا توا موجوده كولاك، دونك تدخلوا تشوفوا شنو عندها حاجات مزيانين. مشكورين نو سبونسور، مشكورين زاده فريق الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه، ميرسي الفريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه، شهية طيبة وبسلامة. سكام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. جبن مرياح علاش ليه؟ تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. تريبليكس جاسترو من مخابر لونفول فارما، متوفر في جميع الصيدليات. مطابخ عصرية، قوة في الأداء، فخامة في التصميم، تقنية متطورة. أرسوليك صممت لكل الأذواق. أرسوليك متوفرة في كل محلات الأجهزة الإلكترونية عبر الجمهورية.